أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي المرحلة الثانية من تقرير حالة البلاد المتمثلة بعقد سلسلة حوارات وجلسات نقاشية تمتد على مدى شهر، وتأتي هذه الجلسات لإتاحة الفرصة لنخبة من الخبراء وأهل الرأي للاطلاع على محاور تقرير حالة البلاد وتقديم التوصيات التي تصب في تجويد وإثراء محتوى التقرير. ويهدف التقرير إلى تقديم مراجعة شاملة مبنية على تقييم الأهداف والسياسات والخطة الاستراتيجية المعلنة لمجموعة من القطاعات، من حيث إظهار ما طبق منها وما لم يطبق، وبيان أسباب التوقف والتحديات التي تعيق التقدم، وذلك لتقديم التوصيات اللازمة لضمان تنفيذ السياسات والتقدم بشكل مستمر. الهدف من كل هذا هو بالفعل الحث على تشكيل داخل المؤسسات لجان رقابة داخلية لمراقبة الأداء ومتابعته، وتقوية المؤسسات الدولية اللي في رأينا نحن ضعيفة جدا. في عندنا التوصيات كثيرة الآن، الهدف الأساسي من كل ذلك هو النهوض بهذه المؤسسات الجامعية. الجامعات واحدة من أهم الأهداف للجامعات هي إعداد الكفاءات للنهوض بالبلاد، سواء كان بالقطاع العام أو القطاع الخاص. ناقشنا اليوم المراجعة المتعلقة بالتعليم العام، وهذه المراجعة اشتملت على مراجعة كافة الاستراتيجيات والخطط التي وضعت في الأردن خلال 10 سنوات الماضية حول التعليم العام، لنرى ما طبق منها وماذا لم يطبق ولماذا لم يطبق. هدفنا كان اليوم من الجلسة هو الخروج بتوصيات حول هذه الورقة، والخروج بتوصيات لتعزيز منظومة التعليم العام في الأردن.